والله رأيي إن كل ده كلام مش مظبوط ومش حقيقي ومش واقعي، عالي تماما من الصحة، بدليل إن القناع موجود ومعروض، ما يعني ما شفناش أي حاجة، لا في خدوش ولا في مشارط ولا في أي حاجة، ولا وقع ولا حصل له أي حاجة. وأنا بأكد هذا لأن من أول ما أنا مسكت لحد النهاردة، يعني حوالي 3 شهور، مفيش أي حاجة حصلت للتمثال، والتمثال في حالة سليمة وحالة جيدة من الحفظ. وكل الأقاويل اللي بتثار دي سمعناها كل شهر، بنسمعها مرة، كل ما الموضوع يطلع يذاع وينشر نيجي بعد كده نلاقي نفس الموضوع، هو إن القناع حصل فيه وقع وحصل فيه كسر وحصل فيه ترميم، والترميم غير سليم، ومستخدم فيه أدوات مش مظبوطة وخامات ومواد ترميمية. كل ده كلام مش مظبوط. اللي عنده الدليل يجي يقول لنا هذا الدليل ويقعد يتكلم معانا، واحنا نجيب الناس المتخصصين بتوع الترميم ونقعد نتناقش اذا كان هو صح او احنا صح، نشوف مين الصح ومين الغلط. انما ما حصلش اي حاجة ترميم ولا في اي خدوش، والتعامل مع الآثار ما ينفعش بالمشرط ولا بالآلات حادة عشان يبقى فيه خدوش وشروخ وحاجات زي كده. التعامل بيبقى بالقطنة وبالمحاليل والمواد، يعني ده مرمم، ده بيبقى إنسان حساس بيتعامل مع أثر ذا قيمة تاريخية وحضارية، فمش ممكن يتعامل معاه بمشرط، يعني ده كلام غير معقول.